انت تاني. لا 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 خلاص ما تكلمنيش، انتوا بقيت كرامتكم في الارض. اسمع انا كده، بس عايز اوجه رسالة لبعض المصريين، في شوية رعاع ما بينتموش لمصر خالص، ما بيعرفوش حاجة اسمها مصر. واحد طلع يقول لي الصعيد يا دولة وانا صعيدي واصل الشهامة ومش اصل الشهامة، مع ان انا عن تجارب الشخصية لا شفت شهامة ولا غير شهامة ولا الكلام ده خالص اللي بيتحكي في الاعلام ده، عن تجاربي انا الشخصية. انا مش بهاجم حد، كلنا مصريين في الاول وفي الاخر، بس عيب ما يطلع تقول انا صعيدي، الصعيد يا دولة، الصعيد مش عارف ايه. يا حبيبي انت جزء من مصر، ما تخليش الناس تضحك عليك، شوف الدول التانية بتتكلم ازاي. ويطلع لي واحد معفن تاني يقول لي بدو مصر، بدو مصر اللي هم تعدادهم كلهم في مصر بحالة ما يكملوش 10,000 شخص، 10 تنفار وخيمة ومعزتين، وطلع يتكلم بدو مصر وبدو مصر واحنا مش عارف ايه. ويجي ناس من العرب يدخلوا على الخط ويقول لك ايه الصعيد العرب. يا حبيبي اكبر قبيلة في الصعيد مش عربية، هوارة امازيغ، لا يموت العرب بسلة. ناس ما تعرفش حاجة عن مصر ولا على اخلاق الصعايده ولا غير الصعايده، وداخلين على الخط ويتكلموا، اتكلم كانك مصري. اولا مش عايزك تنسى الحديث النبوي اللي بيقول، ايوه يا عم عارفه، في نهايه الحديث كمان كان بيقول صلى الله عليه وسلم: وينطق فيها الرويبضه. قيل وما الرويبضه؟ قال: الرجل التافه يتكلم في امر العامه. ثانيا في بيت شعري جميل بيقول، ايوه يا عم عارفه والله، مش كان بيقول: لو ان كل كلب عوى القمته حجرا لصار مثقالا بديناري، يعني الحجاره تتباع بفلوس. اما ثالثا لا بصراحه دي مش عارفها. انا هقول لك مبدئيا كده، لو بتتابعنا من على اليوتيوب فهتلاقي تحت في الديسكريبشن الرابط بتاع صفحتنا على الفيسبوك قصص العظماء، وده الحساب الرسمي بتاعنا واللي عملناه جديد، وهتلاقي برضو الروابط بتاع حساباتنا على اللايكي والتيك توك والانستجرام والتليجرام والسناب شات ومعظم حساباتنا تقريبا. اما بقى لو بتسمع الحلقه دي على الفيسبوك، فسواء ان كنت بتسمعها على الحساب الشخصي بتاع فايز ابو عزب او حتى على صفحه البرنامج مواقف العظماء، فحب اقول لك ان دي هتكون اخر حلقه تتعرض على الصفحتين دول، لاننا عملنا صفحه جديده اسمها قصص العظماء. اول ما تكتب كده في السيرش قصص العظماء هيظهر لك الايميل بتاعنا، وهيتعرض عليه كل حلقات برنامجكم مواقف العظماء ابتداء من الحلقه دي. اما دلوقتي بقى فخلينا نرد على اللي بيغلطوا في البدو، ونعرفهم مين هم البدو وايه تاريخهم، ونتكلم عن اسد من اسود البدو، دوخ اساطيل ايطاليا وفرنسا وبريطانيا، وقاوم لمده 20 سنه متصله، واستطاع ان يحط اسمه على صفحات عظماء التاريخ الاسلامي، واصبح ايقونه الدفاع في المجتمعات العربيه. فمين هو وايه قصته وكل ده هنعرفه، ولكن بعد الفاصل. والسادة جئنا كالعادة لنصنع السعادة، ونحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر المختار شيخ المجاهدين وأسد الصحراء، اتولد في 20 أغسطس سنة 1858، وبعدها شوية يموت أبوه في رحلته للحج علشان خاطر يتولى رعايته الشيخ حسين الغرياني، ويكبر شوية عمر المختار ويروح لمدرسة القرآن الكريم علشان خاطر يتعلم ويحفظ القرآن الكريم، وبالفعل يحفظه عن ظهر قلب ومن الزاوية إلى جغبوب علشان خاطر يتعلم الحديث الشريف والفقه والشريعة الإسلامية. وبعد ما يكبر شوية ونتيجة ذكائه وقوة حفظه يبدأ يتعلم الطريقة السنوسية ويتفوق على معظم زمايله علشان خاطر يتعلق به محمد المهدي السنوسي وياخده معاه للكفرة، ومنها إلى مدينة قرو، وهناك يتعين شيخ زاوية في منطقة اسمها عين كلك في غرب السودان. عين كمان نائب عن محمد المهدي السنوسي شيخ زاوية الكسور، وهنا وبعد ما يوصل للمرتبة العظيمة يطلق عليه لقب سيدي عمر المختار. وتقوم الحرب ما بين فرنسا وتشاد، فيتوجه سيدك عمر مع المجاهدين الليبيين ويدافعوا عن الحدود الليبية ويساعدوا المسلمين التشاديين في حربهم ضد الفرنسيين. وبعد ما تهدى الحرب شوية في تشاد يرجع سيدك عمر علشان خاطر يحارب البريطانيين على الحدود المصرية الليبية، ويبدأ في حرب العصابات، فيعمل غارات على جيوش بريطانيا ويجبدهم خسائر كبيرة جدا وياخد منهم السلاح والذخيرة. وهنا تحط إيطاليا أيديها على الأراضي الليبية ويبدأوا يحتلوا أجزاء من ليبيا، وهنا يتحرك سيدك عمر مع المقاومة الليبية ويبدأوا يمارسوا حرب العصابات اللي تعودوا عليها في حرب تشاد مع فرنسا ومصر مع بريطانيا. وهنا يظهر اسم عمك عمر المختار وصيته يعلى، خاصة بعد ما علم إيطاليا درس قاسي جدا في فنون الحرب، فتبدأ إيطاليا تغير قائد ورا قائد، وكلهم يفشلوا إنهم يقضوا على عمر المختار أو حتى يخلوه يستسلم. وبالرغم من إن إمكانيات عمر المختار كانت بسيطة جدا مقارنة بأسلحة إيطاليا، إلا إنه كان دايما بينتصر على جحافر الإيطاليين ويكبدهم خسائر كبيرة.
كبيرة خلت إيطاليا شكلها وحش جدا وسط أوروبا، وكان برضو بيحاصر الدوريات الإيطالية ويحاربهم وياخد سلاحهم ويرجع يحاربهم بيه مرة تانية، لدرجة إن الدوريات الإيطالية بقت تاخد حذرها أكتر من الأول، وكأن سبحان الله عمر المختار هو اللي بيحاربهم مش هم اللي جايين بيحاربوه على أرضه. وفي سنة 1922 وبعد ما وصل موسوليني إلى رئاسة الحكومة الإيطالية يبدأ يغير في الجنرالات الإيطاليين ولكن بدون فايدة، فيبعت موسوليني الجنرال بادوليو علشان خاطر يتفاوض مع سيدك عمر المختار، ولكن تفشل المفاوضات ويرجع بادوليو زي ما جه ويرجع المختار على رئاسة المجاهدين الليبيين. وبعد المفاوضات يتأكد موسوليني إن الحرب هتطول، فيأمر جراتسياني إنه ياخد سياسة الأرض المحروقة، فيعمل جراتسياني سلك شائك على حدود مصر وليبيا علشان خاطر يمنع الامدادات المصرية ويحتل الجغبوب ويبدأ يضيق على سيدك عمر والمجاهدين الطريق ويزود الدوريات، فيضيق جدا الحصار على المجاهدين الليبيين، ولكن بعزيمة قوية يرفض الاستسلام سيدك عمر ويكمل في جهاده ضد الايطاليين. وفي سنة 1930 يعرض برضو الجيش الايطالي طرح المفاوضات من جديد ولكن دون جدوى، وهنا يبدأ في حرب من اقذر حروب التاريخ، فيبدأوا يقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ الكبار، ويبدأ الموالين للإيطاليين انهم يضغطوا على سيدك عمر المختار علشان خاطر يستسلم، لكن يرفض برضو سيدك عمر ويكمل في جهاده، وكان دايما بيفتكر المثل اللي بيقول ان الضربة التي لا تكسرك تقويك، وبالرغم من الجوع وعدم الامن وقلة النوم الا انه كان قائد عظيم بيحارب بجوار اقل متطوع واصغر مجاهد، وقعد اكتر من 20 سنة وهو بيقاوم الايطاليين، ولكن لكل شيء اذا ما تم نقصانه. وفي احدى المرات واثناء تنقل عمر المختار مع فرقة من المجاهدين الليبيين توصل دورية ايطالية ويتحاصر سيدك عمر، وللأسف يتقبض عليه ويترحل لبني غازي علشان خاطر تتمثل محكمة هزلية ويتحكم فيها على سيدك عمر المختار بالإعدام شنقا، وفي يوم 16 سبتمبر سنة 1931 يتنفذ حكم الإعدام على الراجل اللي حمل راية الجهاد 20 سنة متصلة، ولكن يقول سيدك عمر كلمتين يلخصوا منهج حياته ويخلد بيهم اسمه في عظماء التاريخ الإسلامي: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت، وسيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فحياتي ستكون أطول من عمر شانقي، إننا نقاتل لأن علينا أن نقاتل في سبيل ديننا وحرياتنا حتى نطرد الغزاة من أرضنا أو نموت نحن، وليس لنا أن نختار في ذلك. شيخ المجاهدين وأسد الصحراء عمر المختار. من ميادين الجهاد إلى ميادين العلم، حيث المناظرة والمجادلة في الأديان وتفنيد الشبهات وإعلاء كلمة الحق. انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله مع شخصية جديدة من شخصيات التاريخ الإسلامي. ولحد هنا نكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، لايك وشير وسبسكرايب وكومنت. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.